موجز وارفة، أهلا بكم إلى خبرنا الأول. اشترطت عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مجالات صحية وإدارية وتربوية بمختلف المدن على الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة بها تقديم صورة شخصية كاشفة للوجه. وأثار هذا الشرط استياء وغضب المتقدمات وأولياء أمورهن الذين وصفوه بغير المقبول، مشيرين إلى أن بناتهن صدمن بهذا الشرط الذي لا يناسب مجتمعنا. ولفتوا إلى أنه يجب مراعاة خصوصيات المجتمع وعاداته وتقاليده والبحث عن طرق أخرى بديلة عن الصورة الشخصية، وطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة عن التوظيف في هذه القطاعات. ومعنا على الهاتف من الرياض الأكاديمية الدكتورة منيرة القاسم. الدكتورة منيرة، ما تعليقك على اشتراط الشركات والمؤسسات الخاصة على الفتيات الصورة الشخصية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين الكرام بكل خير. أولا يعني أنا صدمت يعني مثل أولياء الأمور ويعني المتقدمات، فأرجو من الله سبحانه وتعالى، أتمنى أن لا يكون هذا الكلام صحيحا، ولو صح فهي بادرة خطيرة تبشر خير. ثانيا يعني منذ متى كان مقياس الكفاءة في العمل قائم على الشكل وبالذات بسمات الوجه؟ إذا كان هذه الحالة هم فعلا هم يريدون يعني مقياس الشكل أو جمال الوجه، فالوظيفة تتطلب هذا الأمر، فشغلها يعني الشغل الوظيفة تتطلب هذا الأمر هنا لوقفة. فأي عمل يدار ويستثنى بواسطة جمال يعني هذه أو فتنة تلك في نظري هو استغلال للمرأة، وهو حط من كرامتها وإنسانيتها النظر إليها كمادة إعلامية لترويج منتج ما. فأين المدافعون عن حقوق المرأة؟ هذا من ناحية. ولو قالوا أن الوظيفة تعتمد على مهارات وقدرات فنية وإدارات مهنية وتتطلب مؤهلة علمية مناسبة بغض النظر عن الشكل الذي لا يؤثر بطريقة أو بأخرى على العطاء والإنتاج والعمل، فينبغي السؤال يعني يبقى السؤال وستون علامة استفهام، لماذا اشتراط الصورة للحصول على العمل؟ والمجال هو مجال الصحة أو الإدارة أو التربية أيا كان. وأنا حسب علمي أنه الرجل نفسه ما تطلب صورته في التقديم للوظيفة، ففضلا عن المرأة يعني هذا أمر يعني مستهجن حد يعني أنه يطلب من المرأة وهو أصلا غير يعني مطالب فيه الرجل. أنا لا أرى ضرورة اشتراط تقديم صورة لمتقدم العمل كاشفة الوجه، طبعا وهو مرفوض أصلا شرعا، ولكن يبدو لي يعني الأمر خطوة جريئة من قبل تلك الجهات. نعم دكتورة منيرة، ما هو الدور المتوقع من الوزارات المعنية في هذا الأمر؟ يفترض انه وعلى راسها يعني وزاره العمل على وجه الخصوص انه يتخذ اجراء صارم وفوري تجاه هذه المؤسسات او الشركات ومحاسبتها ولفت نظر اليها فيما يتعلق بشرط طلب صوره المتقدمه للعمل، وهذا يعني لا داعي له بتاتا البته، والالتزام بانظمه الخدمه المدنيه والضبط الشرعيه قبلها يعني في هذا الامر. كان معنا على الهاتف من الرياض الدكتورة منيرة القاسم الأكاديمية، شكرا جزيلا لك. إلى خبرنا الثاني، تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية لتدشين بوابتها الإلكترونية المطورة على شبكة الإنترنت التي تقدم عددا من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، وستتيح لمستفيدي الضمان الاجتماعي عملية تسجيل وحجز المواعيد في المكاتب، إضافة لطلب إصدار وتجديد بطاقات الضمان والتقديم على البرامج المساندة بما فيها برنامج المساعدات المقطوعة. وستمكن البوابة عددا من الفتيات من التسجيل في الضمان الاجتماعي إلكترونيا، كما سيدشن مع البوابة قناتان على اليوتيوب، الأولى عامة لإعلان الإرشادات والتعليمات ورسائل الضمان ونقل الأخبار، والأخرى خاصة لتدريب الموظفين على رأس العمل. ومعنا للتعليق عن هذا الخبر من أبها الأستاذة حصة بنت أحمد الأسمري الداعية والكاتبة. أستاذة، ما هو تعليقك على هذا الخبر؟ نعم، هذه الخطوة من وزارة الشؤون الاجتماعية هي خطوة تستحق الإشادة فعلا، لأن المرأة السعودية تحتاج لتفعيل جميع معاملاتها الحكومية عن طريق شبكة الإنترنت، خصوصا ما يتعلق بجانب الضمان الاجتماعي. فالمستفيدات لا يعانين فقط من عدم واقعية المبلغ المستحق، بل أيضا يعانون من صعوبة الوصول لمكاتب الضمان،
خصوصا لو كانت المستفيدة تسكن في قرية نائية أو كانت كبيرة في السن، أو ممن يرفضون أهلها أن تستفيد من هذا الحق بحجة اجتماعية عقيمة. وأيضا أوقات الدوام الصباحية لمكتب الضمان كانت تشكل صعوبة في توفير الوقت، فتوفير الخدمات الإلكترونية سيحل الكثير من العوائق والصعوبات التي تواجه المرأة المستحقة. وأرجو أيضا أن يساعد هذا النظام الإلكتروني للكشف عن جميع النساء المستحقات التي لم يصل لهن الضمان إلى الآن. وأرجو أيضا أن يتيح هذا النظام لوزارة الشؤون الاجتماعية التفكير في توسيع المعايير التي يبني عليها ضمان أحقية المستفيدات، يعني يضعون معيار الفقر قبل معيار العائلة الغير موظف أو المرأة التي ليس لها عائل، لأن هناك ظروف كثيرة تقع فيها المرأة موقع الفقيرة، خصوصا إذا كان العمل للمرأة اختياري وليس إلزامي، فمن حق المرأة التي تختار أن لا تعمل وفي نفس الوقت لا تكفيها نفقة ولي أمرها، من حقها أن تحصل على حقها الشرعي المالي من بيت المال. وزارة الشؤون الاجتماعية هي الآن تخطو خطوات تستحق الإشادة فيما يخص المرأة السعودية، وأرجو أن تتقدم أكثر من ناحية مراجعة معاييرها في مستحقات الضمان الاجتماعي. كان معنا على الهاتف من أبها الداعية والكاتبة الأستاذة حصة بنت أحمد الأسمري، شكرا جزيلا لك. إلى خبرنا الثالث، على مدى 3 أيام نظمت دورة الشيخ عبدالله الراجحي العلمية بالتعاون مع مركز باحثات لدراسات المرأة سلسلة علمية ومحاضرات توعوية قدمتها الأستاذة نسيبة باوزير حول مكانة المرأة في الإسلام والرد على الشبهات المعاصرة التي تدور حول موضوع حقوق المرأة، وبيان مختصر للمؤامرات والخطط التي تستهدف المرأة المسلمة بقصد التشكيك والإفساد للفتيات. وتهدف الدورة العلمية إلى تبصير الفتاة بمكانة المرأة في الإسلام وبيان الخطط والمؤتمرات التي تستهدف تشكيكها في دينها وإفساد خلقها. وإلى خبرنا الرابع، اختتم القسم النسائي بالمكتب التعاوني الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة نجران الملتقى الدعوي النسائي الأول. تضمن الملتقى العديد من البرامج التي تناسب جميع الأعمار، واستقبلها جمهور الملتقى بالتفاعل الإيجابي والترحيب، خاصة في البرامج المخصصة لكبار السن مثل برنامج الفعاليات أو الغاليات عفوا، وحلقات تصحيح التلاوة وبرنامج شعبيات وغيرها. إلى خبرنا الخامس، أعرب عدد من النساء عن سعادتهن بافتتاح العديد من الصرافات الآلية للسيارات في أحياء متفرقة من الرياض، والتي تمكن الراكب بالجهة اليمنى من السيارة الصرفة أيضا وليس من جهة السائق فقط، وهو ما يهيئ للمرأة إمكانية سحب الأموال التي تريدها بنفسها من نافذتها دون لجوئها لتكليف من معها بهذا والاطلاع على بياناتها. إلى خبرنا السادس، أطلقت إذاعة عذوب النسائية التوعوية حزمة برامجية جديدة صيفية ورمضانية مستقبلة عامها الأول مع حلول شهر رمضان المبارك. وتميزت الحزمة الصيفية ببرامج منوعة تستهدف شرائح نسائية أكثر تنوعا، منها منوعات أدبية كبرنامج كشكول، وترفيهية كفكرة إبداع، وإجازتنا غير، وسياحية كنوافذ، وبرنامج الموسم، برنامج للعروس، مهرة وغيرها. أما الحزمة الرمضانية فاشتملت على البرامج الشرعية والتثقيفية والمنوعات والمنافسات ذات الجوائز المجزية. وللمزيد عن الإذاعة وبرامجها يمكنكم زيارة موقع إذاعة عذوب وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي. إلى خبرنا السابع، اختتمت فعاليات البرنامج الصيفي لمركز باحثات لدراسات المرأة تحت مسمى لقطة، وقد شاركت في البرنامج 32 متدربة اكتسبنا عدد من المهارات الأساسية في الإعلام، حيث عكفنا على ساعات التدريب تجاوزت 24 ساعة. وقد قدمت المتدربات عددا من المشروعات الإعلامية الرائعة، وحظي البرنامج على استحسانهن مع توقع استكمال البرنامج في موسم جديد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية موجزنا لهذه الحلقة، فإلى بقية الفقرات.